جهلك يا رسول الله بعثت ترسخ الإيمان كنت محمد الإنسان بكل شمائل الإحسان فحبني يا رسول الله بعثت ترسخ الإيمان فكنت محمد الإنسان بكل شمائل الإحسان فحبني يا رسول الله دعوت بحكمة ودها فأي قصائد الفصحى بقدرك يا رسول الله وقد لاقيت ما لاقيت وقد كنت صفي الله فداك قصائدي السلام عليكم. عمره ورشوب فن رسالة إفن سوشي زيد خلاص خلقاتي إن شاء الله تعالى بيادة فضلك. أوكي. سأليت إن كنت في